والله اللي شاهد عليه والله اللي علم به وحطوا عليه الإشاعات ويسبوه. قالك عندي بنت عمرها 17 عام ولدها بالحرام تربوها واحد عائلة فاهم، راه عندي الله عندي كلشي مسجل، تربوها واحد عائلة في الرباط والديا كيسمعوا هذا الشيء وانا في الحبس سامح خلوا بالمصريين يسامح ايه ولا ايه ولا ايه الله يحفظك ليا غيتا. انا وليت اختي انا وليت اختي مريضه ما عرفتش مالي، ولات عندي عين كبر من عين ما عرفتش من هيك مال عين اختي نوها سير حبي حب علاش حيدتي الوالده لحمت ليا ايما صحبيبه وفطوره نازلت صحا خويا كنا كلا سيريا البيض يلاه نمشيو للروض يلاه مزغوطه قالت لي يلاه نمشيو للروض ربيعه يلاه ها نحب قبيله قلت غنطيب راه مع دخلت البيض ومطيشه والكفته الصباح وانا واقفه مشطوق دم نتوما عاد دخلتو كاع معايا الناس كيتفرجوا معايا الله يحفظك ليا الزين على الشهاد انا ما سمعتوش درت لها ماش هذيك البنت ام مسكينه قلت لك شفت بعيني حتى انا عاد ننتظر وقت قدر غالي يا مام انا سيف حالك فوق ودي با ريبوند طلعنا النيفو بزاف لقيت الكادر غالي فاش كنت هنايا شحال هادي كنت دير في النظاظر ب 8000 درهم دابا لقيت الكادر ديال لاكوست واعرين دوك ما هما كاغي ما هما هكا دايرين اوبال والجاج شويه غالي لقاش انا عملت عندي هنايا ناقص واحد 75 ناقص واحد شي حاجه زوسات شي حاجه غادي نمشي لها ندير دوزات انا حبيت الاناس قادر زوين انا كندير كلشي في لوبتيسيان هنا خويا صايمة أنا صايمة ضروري على بنت عليا هنا عاوتاني فهمت ما بقيتش ندير أنا ننتظر ديال شطريها عبد الله خويا أنا سقت الكبير بلا الصوت في الماكلة واخويا هداك الفم راه فيه الصوت أشياء مشتركة مين الله يصحي عليكم سميت لولي دايرة هادو لا ماش أختي درت لا ماش بالبوني ولكن البنات البخودوي واعر ما تطيح الشعر صالون لاكوكات في قطر أنا الصالونات واعرة شنو في وقت البيض والقشطة ومطيشة دابا راه تلاتة عندنا تلاتة وجوج دقايق دابا شوية غنبدل العصا يعطيكم الصحة مزيان شوف أنا شوفو أنا عندي واحد الإحساس كيصيفط ليا هذا أنا شوف مين بقى كيجي عندي حماد صافي بنادم ولا مسموم محمد خويا سالينا ولكن ماشي مشكل ان الله يمهل ولا يهمل ها شوف اخوتي الرزاق الله سبحانه وتعالى انا حليت الكونط هذا مسكين حماد جاك عاتني كيدعمني كيف باش يبغي كيتبغي شوفوا نتوما شي اللايف قداش طالع الناس راه كلهم مجموعين ونبيحوا الغوات والمشاكل ويسبوا في عباد الله ويسبوا في عباد الله ما وصلهمش حتى ل 400 ماشي مشكل اخوتي الرزاق الله ماشي مشكل هرسونا وهرسونا وهرسونا محمد لوكيلي بلا ما تصيفط
ليلى حبيبه، الناس كو يبغيوني، كل ما كانوش الناس كيبغيوني ما غيتبعوني، ماشي مشكل، ماشي مشكل. والله اخوتي انا واحد الانسان كان امن بالقضاء والقدر، وما غن حنا راه سميه، حنا راه ترندات، حنا راه واحد سميتنا ما كتلصق على حتى شي واحد، قيده غيتها راه بوحدها صبار. والله العظيم ربي كيعطيني القوه من عنده. الله يحفظك ليا اختي ايما، انا كنصبر بزاف، صبرت على شي حوايج ما حتى واحد ما يقدر يصبر عليه. صبرت على الظلم، صبرت على الغدار، صبرت على الهضره، صبرت على بزاف د الحوايج ما ندخل بها ومن غير ديكشي هاي هاي على الكرينات وعقد التقاري، ومازال نادم تيحفر من مراك. شكرا، ان شاء الله مازال بنادم تيحفر من مراك، راه سي غاف. عمركم ما غتكونوا القايده غيتا، عمركم ما غتوصلوا للمستوى ديالي القايده غيتا. لي نكره نكره، اللي عنده مده صلاحيه ديال النبيح راه عنده القايده غيتا. عندي محتوى زوين، الناس كيتفرجوا فيا هاجر، كنضحك معاهم، كنعاود لهم قصص باش الناس يستافدوا. نتوما عندكم والو، حتى حاجه، تابعيني الوقت ديالي كيدورو، معقدينكم في الحياة ديالكم. هاجر صافي، سالينا. الله يحفظكم ليا الجمهورية ديالي، ما تقدرش. ايوا سمير، بنات اللي بغات تخدمها، اللي بغات تخدم في الامارات شتيها، يلا سير سير خدم انت هو الاول. الله يحفظكم ليا، الله يحفظكم. ايوا خلي بنادم قمه الحقد وقمه المكر وقمه الخبث وقمه النحاس، انا ما كنتلحش وما كنتلصقش بوحدي في اللايف، كنطلع مع شي واحد ولي فيا. الله يحفظك، تحيه الناس الريف، كنطلع مع حتى شي واحد. جوي الحبيبه ديالي الله يكبر فيك، كنطلع مع حتى شي واحد، ما محتاجش شي واحد يطلع معايا يبقى ينقفني. وانت يا دري ما عنديش اخت خويا الوليدات، درتي الوليدات انتيا، محتاجاش انا لهادشي، انا عارفه هادشي فيا وعارفه الدوبل طايقه في راسي، ما غنطلع حتى شي واحد، وما محتاجاش النقاف ديالك، وما محتاجاش الاراء ديالكم. واللي قال لي شي راي كندير داكشي اللي قال لي طنطون ديال راسي، ما كنطلب والو خويا حمدان، غير سير فحالك، ما كنطلب والو. ليلى صاحبتي، شختي ليلى اش داروا ليا؟ هاي ابوني، هادي ليلى صاحبتي اللي كتجي عندي ياكو، هذاك حمدان، اقسم بالله وتعاود تكثر بكم البنات، نهضر معكم اللي قدر على شي حاجه هو هذاك. انا ما باش ضرب زعما، شوفوا الضفار كي دايرين، شوفوا الضفار كي دايرين. هاجر الحبيبه الله يسهل عليك حبيبتي، الله يحفظك ليا منى الغزاله، شكرا ليكم. حتى تعافك ديري ليا ابوني، حيت كنتي ديري ليا في الكونت الاخر. مرحبا، بغيت راجلي كيبقى شنو ندير في ديني بليز ياسمين. على حسب فين كي لقيت، كاين شي رجال كيكون مع كونجوان ديالو مرتو ولا شي حاجه، كيبغي يقول داك، تيكون سافين تيبغي يقول داك الهضره، واش كيسبك باش يجرحك ولا كيسبك منين كي زوينه الكسوه ديالي كنفصل بحال انت يا التويب والرانده، ودير لها لاسي في عيالات زوينين معاك المشطاشي كيف رشيد، اجي رشيد انت كدير راك انت اباني. لايف نقي كيجيو هنايا العيالات الزوينات كيضحكوا معانا، كنشطو ما كنخسروش الهضره، دونك اي واحد كيخسر الهضره غادي يمشي بحال سالي. والله يشافيك اخويا هشام سكر، كنت دايزه غير في تيك توك وشفتك اخويا سر، الله يشافيك، الله يشافيك ويشوف من حالتك، وصبر صبر 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 مفتاح الفرج. على حسب وقتاش كيسبك، راه سولتك، راه كاين شي راجل تيعاير مرتو كيكونوا اون بلان اكسيون، هو فيه داك المرض باش فونتازم. ايوا انا ما في خباريش هادشي داير هنايا، وانا ما في خباريش اش كتبات، تليفوني غادي ديشارجا. شنو واقع؟ يعني هاد التليفون هذا
هذا الباور بانك صاحبتي مشارجي وما مشارجيش مي زامور، غادي نحبس اللايف لحقاش خصني نشارجي التليفون. اش كان مطلقيني ورجع لنا وكيقول لي ملي كنت مطلقه لا ما نبغيهاش، وانت يا مرتك انت مرتك مرجعها حشومه يقول لك اختي هذه الهضره. العلاقه كما قالت ماريا، العلاقه الزوجيه مبنيه على الاحترام وعلى العشره، وانت متولادو ولا عندكم الولاد ولا ما عندكمش محشوم يقول لك غير تشوف فيه انا كتلقاها حتى انت هي ضربه الكيلومتراج دير فيك غير هكا تدوب، انت ما كرهتيش غير تشم ريحتها، هي ريحتها اللي ضربه اللي ضربه غوتشي جيلتي ولا ضربه شانيل ولا ضربه ديور اديكت ولا ما عرفتش ضربه فيرزاتشي ولا ما عرفتش ضربه، انت ما كرهتيش غير تشمها الريحه ديالها. لقاش ما كتعطيكش قيمه ملي كتعطيكش البنت قيمه؟ علاش هذيك بنت دارهم؟ علاش اش بنت دارهم؟ اش بنت دارهم؟ لقاش كتمشي معاك؟ كتمشي معاك اهلا صاحبتي، ما تهضريش على صاحبتي. بالنسبه لك، بالنسبه لك انا، بالنسبه ليا المراه بلا عليك اجيس، انا اي وحده كتخرج افيك ان كونتري بارتي ما تسميها ظروف اجتماعيه والله يعفو عليها، طلبوا العفو، طلبوا العفو. عندكم خواتاتكم، عندكم بنات خالتكم، عندكم مواتكم، عندكم عيالاتكم اللي غتزوجوا بهم، عندكم بناتكم اللي غتولدوهم باغ لا سويت، لان الدنيا دواره، انت عالم الغيب، راه تقدر تولد شي وحده تخرجك من الطريق. كنسميها ظروف اجتماعيه. تواصلت بالبريفي، مرحبا بك، الله يحفظك ليا طاروت احلام، شكرا اختي، الله يكبر بك، الحمد لله مستوره، الله يكبر بك اختي. كنسميها ظروف اجتماعيه. واش نتايا عارف هاد نوض تزوج بها نتايا؟ ياك انت بقات فيك نوض سر هاد تزوج بها، تزوج بها علاش خليتها تمشي للخليج؟ ها دوري مشات الامارات، مشات تبرع على راسها، ما لقاتش الخير فيك لا انت لا ها واحد ضحك عليها، مشات مع الثاني حتى هو داز قالت انا ندوز علاش انا نخمل هذاك الشيء ديال القديم، وهذا دايز وهذا دايز.